عماد الحسيني ممثل مدينة القنيطرة، عندي 18 سنة، عندي السنة الأولى في الشعب الاقتصادية، ومن الأب السلالة الحسيني ومن أم زهر بن سلوم، وعندي جوج إخوان عصام وخالد. هادي شي ست سنة شي ست سنين دابا باش بديت هاد لعبة البلياردو. في الأول كانت غير تجربة و حماسية بحال هكا، ولكن موراها بغيت نتألق فيها وبغيت ندير فيها نيفو مزيان في المغرب، وعلاش لي مالا نديرو نيفو مزيان في العالم. كنمشي للبيار، وكنت عندي واحد الكوشية مزيانة والحمد لله درت نيفو مزيان في هاد ست سنوات. كانت وتال المغرب عنده واحد الفكرة انه الا مشيتي للبيار ولا شي حاجة بحال هكا، عنده واحد الفكرة انه غتاجر في مخدرات ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن البيار انه اللعبه كتعتمد على الذكاء والتركيز. البلاك بول هو البيار عامه عنده مجموعه ديال القوانين، كاين البلاك بول وكاين الايت وكاين الالتيميت. البلاك بول كنعتمد على اكثريه على لاطاك حسن من الديفونس، واللي ولا دابا كتلعب في انجلترا وشحال وبزاف ديال الدول. والايت كيعتمد على لا جيستيون وكيعتمد على التعطال. كاين جامعات البلياردو المغرب، وكاين بزاف ديال التظاهرات كتعتمد على الايت وكتعتمد على البلاك، وكاين دابا الاكثريه كيحاولوا يديروا بحال الدول الاجنبيه. كان جاتني واحد لي كاليف اللي قلت لي تقاموا بطنجة تقريبا بالضبط بنادي ميغا بول، كانوا فيها تقريبا 32 مشارك من فئات من اعمار مختلفه. كان فئه اقل من 18 سنه وفئه اقل من 23 سنه. انا شاركت فيهم جوج والحمد لله تالقت فيهم جوج وخديت البطاقه ديال التاهب. كانت اجواء مزيانه، كانت في الاول اننا غنلعبوا من 8 ل 15 في واحد الاوتيل، وقبل كانوا علمونا اننا غنديروا واحد المعسكر مغلق تدريبي باش نزيدوا الحماس ديال اللعابه ويكون عندنا نيفو افضل باش نمشيو نكونوا مستعدين لهاد البطوله هادي. كانت مشاركه مزيانه، حاولنا في ذاك المعسكر اننا نديروا مستوى مزيان، وعطاونا بزاف ديال التدريبات باش يخليونا متنافسين مع الدول المختلفه، حيت كانوا بزاف ديال الدول المشاركه منهم جنوب افريقيا. والحمد لله حققنا مستوى مزيان، حققت الحمد لله المرتبه الاولى في الدوبل، حرصت على الميداليه الذهبيه، وفئات اقل من 18 سنه حققت على المركز الثالث، وايضا في فئه ديال 23 ناقص 23 سنه. هذه كانت بالنسبه للدوبل دوبلت، حققنا فيها مركز مزيان لانه المركز الاول، وحققنا وتمكنا ان نفوزوا على جنوب افريقيا بسلة واحد. وهذه حققتها مع المنتخب ديال الفئه ديال اقل من 18 سنه باريكيب، حققنا المركز الاول تمكنا نفوز على جنوب افريقيا بحصيل ديال 13-11، وهذه تمكننا اننا نحكز المركز الثالث في المسابقه ديال اقل من 18 سنه فردي. هذه فرديه حققت المركز الثاني بالفريق للمنتخب ديال اقل من 23 سنه بالفئه بحصيله ديال 13-12، وهذا حققته مع الفريق ديالي وتمكنت انني نفوز به.
علاش خديتي انت بالضبط؟ على حسب المستوى ديالي كنت متالق في هذه البطوله هذه وقالوا لي بانني راه انا انت اللي كتستاهل هذا الكاس. يعني كيعطيو افضل لاعب في المجموعه. افضل لاعب في المجموعه واللي دار بزاف ديال اللي ركز بزاف في المسابقه. باغي الحمد لله نزيد في هاد اللعبه هادي وعمري ما كنقول اني وصلت لواحد المستوى طالع، اني باقي كنخدم على راسي وان شاء الله ندير ريزولطا مزيانين ونشرف المغرب في علاش يمالا في دول الخارج. قالوا لي بانني عندي مستوى مزيان واني غندير واحد في المستقبل ندير واحد النيفو مزيان وشجعوني. كنشكر عائلة ديال الحسيني، عائلة الحسيني اولا، وكنشكر عائلة ديال بن سلوم، وكنبغي نشكر المساند ديالي عمر الشباخ اللي خدم اللي ساندني في هذه المسابقة كاملة.